كابتن مروان داوود من شويه كده كنا بنتكلم معاه على قصه منتخب مصر، وقفنا عند كاس الامم الافريقيه. احكي لي بقى كواليس ما حدث داخل كاس الامم الافريقيه. الاول قبل ما تحكي لي على الكواليس، كارلوس كيروش بالنسبه لك كان بيمثل لك ايه؟ مدرب كنت شايفه ازاي؟ لا، مدرب اضاف ليا كتير قوي في حياتي، بالذات ان هو كنت اول مره اتمرن مع مدرب اجنبي. اصلا يعني كنت اول مره في حياتي اتمرن مع مدرب اجنبي، فلا مختلف تماما عن المدربين المصريين، ان هو عنده حته الالتزام وحته اللي هو بيجي يتكلم معاك من نفسه من غير ما انت تطلب منه حاجه. يعني ايه؟ يعني انت تبقى متضايق مثلا فهو يجي يتكلم، هو يحس انك متضايق او حاجه، او مثلا انت ما بتلعبش مثلا يجي يكلمك يقول لك انت الماتش جاي ممكن اديك شويه، انت لسه قدامك كذا كذا. يعني انا في مره كنت في المنتخب في الكاميرون في بطوله افريقيا، جالي قال المترجم بتاعه يعني ان هو انا عايزني، فرحت قعدت معاه كده وقال لي انت ناقصك 1 2 3 وانت بتفكرني بروبرتو كارلوس. هو قال لي كده. حلوه دي، انا ما صدقتش. قلت له ازاي يعني؟ حلوه دي. قلت له كده. قلت له ازاي؟ انا جالي كارلوس كروس. قال لي انت فيك الراجل ضرب روبرتو كارلوس، يعني الراجل يعني ضرب يعني في العالي. يعني اللي هو لما يقول، يعني مش هو بيقول لك انا شفت روبرتو كارلوس فانت شبهه، ده راجل تدربه يعني مثلا ما وصفنيش بعيب مصري، لا وصفني بروبرتو كارلوس على طول. حلوه دي. فقال لي انت ليه يعني فيك ميزه منه ان انت سريع وبتهاجم وبتدافع، فقال لي انت ناقصك برضه 1 2 3 ناقصك تشوت بقى زي روبرتو كارلوس. انا قصدي الموضوع الشوت طبعا يعني، بس وانت عايزك تستمر برضه في النادي بتاعك زي ما انت وهيبقى ليك مستقبل كبير. حلو جدا. بس فالبطوله دي طبعا البطوله دي كانت مهمه كتير بالنسبه لنا، ان احنا كانت بطوله افريقيا كانت غايبه عن المنتخب بقى لها سنين. لا، واحنا رايحين كمان مش متوقعين احنا نوصل. ابتدينا ببدايه وحشه لما خسرنا من نيجيريا. صح. بس يعني انا كنت بصراحه كنت كل ماتش احضر الشنطه. اللي هو انت احنا نطلع. عاملين حسابكم انكم هتخرجوا. هنطلع. بس الحمد لله اللعيبه كان عندها روح عاليه واشتغلنا وسيبنا نفسنا من الاعلام وقفلنا السوشيال ميديا واشتغلنا.